كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيد المجلس ويس 11 من مجالس شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة السيثمثن يبضل في المسألة مسألة فرض الكفاية يبضل ثا إن كان فرض الكفاية مهم تريد أن نشرح ذا شو مقارن فرض الكفاية ذا شو تدي قفلا الفروض اللانسين للصناف إلي ونصن في سميس فرض العين فرض العين معناه ينظر فيه إلى الذوات إلى المكلف أو إلى المكلفين وفرض العين لا يقبل النيابة أو لا يقبل الإنابة أما فرض الكفاية كما يدل عليه اسمه فهو لا ينصرف إلى الذات ولكن ينصرف إلى الفعل لذلك إذا قام به البعض سقط الإثم على الجميع أي تفهم فرض العين الواجب العيني إلى قاسي خدم ذافيس بمعنى فظلث مثلا فظلث فرض عين ولا شوري الظلم دقم كان بيض نمد لنا فرض العين لا تدخله النيابة أو الإنابة أو الوكالة أو التفويض ورزميضات خفك التفويض نغا أتوكلض إيون أصيد لعني فيك ظل كان المغرب قم كانيو ظل ثنينك عاوز أرنو ظل ينكيني لا يمكن فرض عين ذي قيم فرض عين يعني إلى قذفافيس واجب على المكلف وتظل نيته أو ذمته مشغولة إلى غاية الأداء يعني وين فيث وجفك الظلث هذه إلى قاذي الظل نتسى وريزميرا ويظن نظن للظل دقم كانيس من الميري يغال باري تبرؤ ذمته يعني وريتسو حسفارا ما يخدمت وقيم قال الأداء ميت يخدم دايما وقي فرض العين فرض العين تزرم ثنيك وفيه إذا كان تفاصيل فرض العين الحمد لله يا ربي الشرع أما كنا الفقهاء العقل مناط التكليف يعني ما يليون ذا عقلي سلاقليس يوجب في الناس إما إلي روح سلاقل يرفع التكليف الحمد لله يا ربي ربي تحسب أنا مثلا يون يعني ذين يروح سلاقل أثي حسف كان ونسان لاقل أي غير النائم رفع عنه القلم ونتصن إيش حال ما سلمكينية وسنتي مات تتصفي الليس سنغات تنقلب وتتصن رفع عنها القلم يعني ورفع عن الصغير الصبي حتى يبلغ الحلم أي غير ذي الفقه يرتشيوين لانت المراحل مدلة لفنادم المرحلة اللي ثم زوالوث ثمزي قال نص مرحلة انعدام التمييز يعني قبل انعدام الأهلية ورسالة الأهلية ورسو حساب ورسو ما يخدم العقود أما اللي ونسى 40 50 أو حد يزنز طوموبيل قد يسين وسين يشحل طوموبيل يسين 100 مليون يسين يزنز غايت
البيع يقولوا الحاره غادي يزن تفرك انا غادي يزن تحنوس مصي لا يسق يعني لا تجري عليه لا يجري عليه القلم وريب بضرس من التكليف اثن دي مرحله انعدام الاهليه مقبض يعني دقي اولا ذمته ليست مشغوله باي واجب خطر مزي ويزما في حاسب ولا ديون لا في الظليث ولا في رمضان ولا حاسب ربي سبحانه غير خطر وريب بضرس من التكليف ذا العقود والتصرفات ويزما اللي يخدم لي كونتران غادي زونكاجمون غادي غادي يكتب غادي غادي يشهد غادي يشهد خاطي خطر انعدام الاهليه مي بض سن التمييز سن التمييز ذاكي يسعى الاعمال ينس ثلاثه الاصناف في قلان الا الصنف الاعمال النافعه نفعا محضا ذاكي نفع يعني ازمر ثلاث انت يخدم خطر اسعى اهليه وجوب ما الا لنت الافعال ضرر ضرر محضا في كذاكي ضرنت وريزميرا نسالي في دوناسيا يولي ساعه ثمان سنين اي ساكن دوناسيا يخدم الهيبات لا خطر ضرنت ضرر محض الا الصنف الثالث اللي هي التصرفات المتارجحه بين النفع والضرر او المتردده بين النفع والضرر فهي تكون موقوفه على اجازه الولي على اجازه الولي المهم ثلاث دوالة القماض فرض العين ثلاثة في القاعدة مهمة ما سلمتك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثلا كالطهارة يعني وجبت الصلاة تظليت ربي ناد أقيموا الصلاة في سورة البقرة 110 مثلا الآية وغيرها من الآيات ربي ناد ظلت يولي برونسين تكليف يلا الوضوء طهارة ايضا واجبه اي غير خطر متعلقه بواجب في القاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الطهاره مفتاح الصلاه تنزل بعد ما يظن بالطهاره صافي ثغر تزريف الواجب وكذلك الطهاره واجب واجب عيني والسيناريو اغض الوضوء بامكاني وكان ظلغ لا لا الى ذنتها وكذلك بالنسبه للاستطاعه في الحج الاستطاعه في الحج يزمر يونا ذي عايش كل حياتيس ويزمر ذي حوج صافي ماشي واجبة ذي حوج ذمة ليست مشغولة بالحج وثل الاستطاعة ثل الاستطاعة المادية ثل الاستطاعة الحكمية استطاعة المادية تفضيون إساعة الزمرث إساعة ذريما إلا قد يحوج ولكن تخص ضغ الاستطاعة النظام استطاعة الحكمية يسميس المعنى يس الى قد يفاض اسقار اما الا يخدم 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 ودي في غاره وتحاسب راه اي غار تحاسب راه اي غار خطر وش تسحر مفهوم ماشي ليزيك ليزيك الزرامة مش يعني مش صروح وكذا ولكن تناير ندو جديد في قرية ولكن يروح ستوب الى قل فيزا الى قل موريي كما فدمت الامور فبالتالي إلى قل استطاعة فهي استطاعة حكمية إذا ثلاثة دوغالغ فرض الكفاية فرض العين مسفان فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع فهي مسألة ماشي فرض العين من نخدم المقارنة فرض العين إلى قاس يخدم نسا باش سيروح لاثم باش يتحاسب لها ولكن فرض الكفاية خاطئ سورة القيمة كذا كي كشم ديونا السلام عليكم ماشي كود نرى السلام عليكم يون ذيه ما يريس وعليكم السلام ثفرة خطر رد السلام فرض ولكن فرض كفاية أثناء الفرق ذاك ماشي فرض عين هو واجب كفائي وليس واجبا عينيا معناتها الحمد لله يا ربي ربي سخف في اللانغ ما إلا يون السيناغ إنا يسوى عليكم السلام أكن من لا نسلك ونسعى لدنو فياك إما إلا ولا ذيون رسي اللي السلام نسوسماك أكن من لا نسعى دنوف سوى نسلارا
وكذاك يسلان عند العلماء لا شرط القادر، القادر العالم في كان ذاك شروط القادر العالم تقعد في التفاصيل بعد شويه ان شاء الله. صافي رد السلام فرض كفائي اذا اداه البعض سقط الاثم عن الباقين او عن الاخرين. نمس فهم؟ فصلي في الجنازه كيف كيف صحيح في ذرين ساعة القوانين تجي نصرف كاع نصرف كاع وند نسالة اللي يخلص صوف ما يسعى العذر وكان ضرب القوانين تعرفي تمشي الان زيد الشرعيث الجنازة أما صلاة الجنازة أما الدفن فجي فرض كفاية شو المعنى يس يعني ما إلا أقلها كلمة لذا جي ثدرت نزدغوك ثدرت إموثيون ما إلا غادي هنا 10 4 15 20 فنوي حضرني الظلي سنطلمت نكونوا سعر دنوف وسعر دنوف ذي الشرعة أي غير خطر وقي المهم اللي سنطل المهم الظل في الناس ماشي أوبليجي يكون الظل في الناس ماشي أوبليجي يكون حضر ذي الجنازة وقيس مغلين شرعيثة إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين أكل من لا ونسار الدنوف أي غير كل وكني فارك ربي تخدم من الواجب دعوا نقاري قبل ذلك هنا لأنه قال يخدم الواجب خدم الواجب قصد الواجب الكفائي وقي ماشي واجب عيني ماشي نظالي ثلاثة نظالي ونيوناك وقي ماشي شرطا حضرياك ماشي شرط ان نزلك في الناس كون وي شويه حضرم هذه فاركه كون فاركه ربي تكسمغ دنوف تكسمغ دنوف ربو يتحاسى فارا خاطر كمثلنا غاكي نقول تمثلنا غاكي موثن نخدمس كمجتمع نخدمس الواجب لذلك علماء الاصول ذاكي صار مساله خلافيه انك فروض الكفايه هل جاء الخطاب إلى الكل أم أكمل لنا خطاب إلى الكل مفهوم ما أنت هل إلى البعض أم إلى الكل هناك من قال الخطاب موجه إلى البعض هناك من قال الخطاب موجه إلى الكل لذلك مثلا وهذا المثال وقيد مثال وسين صافي رد السلام فرض كفاية صلاة الجنازة فرض كفاية الدفن فرض كفاية من كل ثنج هذه قيمة شوية ظلم في الناس أكن من لا تدرت نساء دنوف ولكن ماشي يكون نساء تدرت وجاد يعني يقبضن سين تكليف ربو يتحسب علي يقول ذلك يتحسب علي مش طاح من كني نغوي للغايب وريحضر أصلا ولا شيء تدي الغربة عندي زرع تحسب ربي ونا اذي حاسب ويك اذي الزران يزمرن لان العلماء ديالنا الشرط هاكي الزران زمرن خاطر ذا ما يليون يزران يسلى بالفلان يموت من هذا معذور ولا شو اثير في ذن باش هذي روح هذي الزران ذا غوينوت وحاسب راه ولكن وكذا كيسان فالزمر يرنا حصان يرنا الزران ما الا اتكن ملانت وحاسبن ما دام ولا شوك ظل الفلاسه كويس الدارت نهمليت. لذلك فروض الكفايه ياكي الا وند الاعراف خدمت القانون اخينين سلا الجنازه غيث الدارت الى قد حضرم يك ونحضر راه ادوالين العذر اسمي ساعه العذر نوري ساعه ماذا غريبي قال ما كذا كذا واش هذه خلص الغرامه هذه خلص الى اخره على كل حال تلقى تعرفيت الهانت سوا شو الهانت النظام باش تفض يعني امذان اذوال فن اذوال فن النظام اذوال فن اداء الواجبات والظلام تصل الواجبات تنسو خدمارا السبا يمي كل يوم تشيل الفايض ما نسمتيال نسمتيال اتصل الشغل يتوع القرن تسو خدمارا ضروري ثوا شولت ثوا شولت نساعتنا كي خاننا نزراياك في كوا تفض دروك يغلي غفيون ذنسى ردي الظن ذنسى دي القضنا زمور ذنسى ثيونا المعنصرة ذنسى دي قضوني وخام ذنسى ريخة سنتفكتو سنتريسيتي بامان
ولما الا يزمن تريسيتي غامر نحاسب كان وينا خاطر يداس في الناس فكذا غض الغلطه تنخدم مفهوم للاسف في كوال اي غير الاصول في مسالكي غاعاود تمشي تصرف كالنا غا ماشي كان دي زي العباده النغ ميم زي المعاملات النغ لذلك وفرض الكفايه اي غير ديننا ذاكي فرض الكفايه مهم سؤال نقيم سؤال نفهم شو فرض الكفايه نفهم شو فرض العين مي اي غير ديننا مهم زعما ديننا مهمون اتص السبات السبات مزواروث ان فرض الكفايه ينصرف الى العبادات والى المعاملات اكاكا مفهوم اكاكا فرض فرض الكفايه مهم لماذا لانه ينصرف الى العبادات والى المعاملات الى العبادات اما كنت نهضر فيها رد السلام صلاه الجنازه وسيكذا عبادات يلا وينصرف الى المعاملات المعنى مثلا الحرف والصنايع الامه في عمومها يك الحرفة في حواج يك الصناعة في حواج الأمة إلاق أتستخدم مستخدمة يك الأمة سعد نوف أكل أمة ما عدا وقادم الزميرة لا ما كنس مثلا هذا الزوير مثلا دي العمران دي الفني إلا قنصوا على مصوت ماشي وكان دي مصوت إلا قنصوا على مصوت خطر ثقي ذيوث نص ذيوث الحرفة إن حواج كمجتمع مدام نحواجيت إلا قان سعون ما صوثن مما تشيك إلا قان لي ذي ما صوثن فهمنا الرسالة إما إلا نمسفهم ونخدم لك الحرفية أكن ما لنسى أدنوف ربي سبحانه ويتحاسب لك مصلي في رمضان ويغي حاسب يقينا ماذا مرنا وظهيري فاسنا ربي أذا غديني أن تحاسب أي غر وتخذي مار الحرفة الحرفة ياكي زر من الشرع يبغى من يعني الجانب الحضاري باش نبنو اون سيفيليزاسيون نبنو حضارة وكي خدمني مزورة إلا قال سعي في اللحن ماشي كان أنا اللي نذي في اللحن إلا قال سعي في اللحن إما إلا الصدعة الفني يروح ثف اللحن تروح كل شيء ذيني ميثورة قال غنروي طاس قالوا انتوا هذا ذي الاقتصاد ذي الحياه النغ ديزيكيليبري بزاف يغال في حيره النغ ذي السوق الحاير ذي الزيكتين ما عرفت ولا مازال يخدم الحمد لله التفضل في بخان تخدم الحوضي فلفل طماطيش البصل حيش الشربال القار سيت الحير سيس يقفني يقشفح يقملح والصرف قال تدريب ذي الخدمه الى اخره الفلاحة وتروح راه مي أستاذ يوم الزمان حاص راه نبرونشي للسواق ثالث حرثنا للسوق سي بون ولا ما مشي يعني الشرع النغ اغي تربي ميم امشي تجرزتو زرت النغ في جرزتو زرت النغ ديال الامور هاكي ديال الحرفات لا ميدسين الا قا ماشي الا كنت الطبا الا قا نسعو الطبا الا قا نسعو الطبا مولا شامي الا قا نسعو الطبا ما مول سعر الطبا غير حسب ربي يوم القيامة أخي حسب خاطر نهمل نهمل يون يوث الحرفة لا ميدسين نهمليت لارشيتكتور كو 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 ياكل العلوم ماكو كيف كيف هل طاري لقى أكل مالنا للشيخ الجامعة خاطي مي لقى نسعو الشيخ الجامعة لقى نسعو أمي هل طارى إلا قا كلمان لا أن سير ذي الميثين لو كان تقول سقسي وقال سير ذي الميثين بالك لأن هي مكان دا التفضي وليك سير ذي الميثين يوان ذي قرقازم ذي رقاز يوان إثلاوين يوثن تمغار فقط لذلك لو قال سير ذي تقول ساسا أنت يثي مشوها نشتي لازنت التفضي يونواز بالك هذه السير ذي ربعان الميثين فالربعان صباح ذي روح على ثلاث درثيهين هذه السير ذي يوان أديو غالي ذي روح على ثلاث درث النظر هذه السير ذوايض ولا الواضح يحسب الحادث الخدمه كثير اكيني سيرت الميثين ثلاث محقراني ثنا لا
وزرا لو كان زرم لاجر يقول لنا ذينا لاجر يكفك الشرع يون السيري ذي الميثين يكفيك شرفا وقدرا ومقاما انه امذنقي اتشقع الزدير الاخر لا في اترنال ذي روح داين ذي دوني ثمي قال ليس يدوش يدوش واحد ميثورا ثالثا فين قاروث الغسل قالوا الشاستي خدما اتشقع الزدي غلا خرف اما السعدي اما رزقي اما السعدي اتخدم الشغلاي ميثي كورتسي في الثقافه سي غال ميثي كيني بون هضرات افضل البلوك اللي تسوى ذني سوحاش لا انت ليك الله غالب ولا قال نحقر شغلاي الشرع كي قرا كي نكون نقرا نو سي غال ميثي كنخدم الخدمه اللي اظن فرح رمي من ذي الخدمه ياكي نغال للخدمه أم الحضارات اللي في قديمين في الخدمه الشرفاء في الخدمه ياكي سي بو سا سا قاد سي ونا 30 سنه كي تبيض الخدمه الخدمه هذا عساس اللي دير ثابوث سي شي اللي جهدوا ضيا عجبه يجي الخدمه ياكي وقاد يعيان وقاد يهلكين وقاد مقران هذه خدمه كل خدمه الساعه القدر الشرع النغ الاسلام إنيك الخدمة ياك الساعة القيمة النبي عليه الصلاة والسلام اسمي إفكافوسيس إفكاس دينو فلاح فوسيس يطفي في ذريني يشلح فوسيس الله يفان أفوسو فلاح يفان إنيس هذه هي دنيا يحبها الله ورسوله ذيري وين إنيس أفوسا قلت سارة جهنم خطر ذو الخدمة وسينا لك الخدمة وستيلو الخدمة نتيلي الخدمة ديريكتور الخدمة ذي اللي ما تروح وغال نسا نسا وهوريك وتقرر كي الزمير المزيان سمحتي تسعافن سمحتي تغنفون الخدمه حاشا مي لا لوكي تغنفون الخدمه لكن كاري خدم من هذا غاخ روح ما الا روح هذه السيق ذي الباطيمان هذه السيق عندي ذي اللوزين هذه الحانوت عندي يخدم نورمال الشرف ينسى علي مين كويثات محقرانيث سي بور سا فيكست ان فاكتور اكس مغرن شوماج يديوين يغفلان ديوين ورفان يديوين كذا الى اخره من بعد من مي بضري سير تناجا يعني معين ابراك هنايا في سيد كان باش ادخل ماسي البانكا ولو كان سير الربا الى وين نفتو القرض ضروري تبيح المحظورات يقينا ولكن الفتوى تتغير بالتغير المستفتي ولكن شو دينا الشيخ ثوره مهم جدا بارك الله فيه معناتها ولا قرا ان غنفو الخدمه الخدمه عادي نورمال وكذا كي يخدم لك يجمع لي ضمان كوفريد وكذا الى اخره اين الاشكال؟ شو الفرق؟ يا راسك البي دي جي والله ما كان حتى فرق في ميزان الشريعه في ميزان الشريعه ولكن كني الى تراكم مع الوقت مع الوقت نغال نحقر الخدمات لذلك الله يرحمك يا ويرضى عليك يا عمر بن الخطاب شو سنينا إن الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد سبيلا في الحلال التمست سبلا في الحرام كيف كدين بوال كفا بوال إليك ربي خلق دي فاسني الخدمة مورو في نرى ذي الحلال روحنا للحرام ولا لوكاد روحنا للحرام باسكو في نرى ذي الحلال من لا نوكاد يفون ذي الحلال جا الحلال روحنا للحرام صافي الى كلش والزباد كان جوجمون جلوبال حاله بحاله باش انا لي خاطر ربي سبحانه إناد واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل بالك يوم سينا سيني كيني مي سكوي كذاك ذفنيان يحقر الخدمه كذا 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 اسال بابا سيدي هضر مش ميس ها نغذي يما سيدي هضر مش ميس لن ويضلع باش ينفسي ديوس الخدمه اند فلا مي ماشي ديبلومينو معليش المهم الخدمه والخدمه الشريفه واذا نتزرى ميم العقليه تفدي لن ساعات ندقي ساعة لي ديبلوم ساعة هذه في الخارج هذه في الخدمه النظام ياك لا هذه روح هذه السير ذي نفسيا لقي ذا جونيور واش ذا شو يخدم هذه في غرث مورت النظام بلا ما نتمورا اشي نسوي السير ذا نفسيا ذي القهوة ذي الريستورون نغر الكيسان ذي القهوة
ويرنيت تولي ما يسمى نورمال ما ديكش ما ديكش ديال اوروبا وكذا يا حسران كوني لا سلمى سوي ديوالا ما لا اي غير ذاك ذاك تحقر ذاك تحقر ذاك شوي لا الاتموسفير تبدلنا يبدل كل جو انسى كل شيء هذاك يضرو سي بور سا وكي تغفل اتفضي وهكذا في مشوار طاسي قلان فيغا كادينير باللي الشرع عندنا غادي يقرا خزمس ربي القران ان في سوره التوبه الآية وقل اعملوا يلا شحال سنة سورة التوبة سنة كذا جا في فوز أدروات 105 105 وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مسلم إناد إن الله يحب العبد المحترف. ربي يحمل العبد يسعن الحرفة فوسيس الحرفة أي حاجة هذه القضى زمور هذه زدمي صغارة هذه ترز وزروة المهم هذه يخدم ثقيا كل حرفة نحو شي سنت داير مولا ما إلا وأنت نخدم مالا ميم الغلا غادي يروح في هذاك الزافية اللي وكذا غير الإيكونومي الإقتصاد وكذا أي غلط ما السلعة تخص سي نورمال اتوا تغلي تغلي وبعدين ذاك ندير سيدنا عمر ما كلما اشتهيتم اشتريتم يرني غدا غدوا ويض اليك اين تولى في طنون يعجبكم في داغم سي بور سا غلي السوق كلما اشتهيتم اشتريتم انفر السوق ديسني عقلنا مغولا اين ولا في دناغ هذا السعلين ينهي دناغ نغلا توضا مشي وشك من بعد اسمي الشتي الناس يا عمر السلعين غليف ان يسرخصوها بالترك كيف كان سند الدواء جسات اسمي الى سمي في كي نسافا حقرنا وثنا الى سمي عقلنا توضا مشي اي غردني غا ولاكي باش نسغي مالك كان كي نخدم كنكا لا ريسبونسابيلتي اكن من الانسى المسؤوليه أي غير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم إناد ألا كلكم راع كل مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته وفي رواية كلكم راع وكلكم مسؤول وكل راع مسؤول عن رعيته وفي نهاية الروايتين اتفقتا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لذلك المسؤولية واستقبلت هذا الحمار ربي وسنان سنما كل حديث نتقبلي في ونيفغا سوذي وسنين مدنا سيدي الى قد يشرو سيدي لذلك فرض الكفايه غير دينا مهم تاج الدين سبكي ادي قر سوا شار نبنو الحضاره سواك ماشي معني سوا ذي فما كاين لا لا الصلاه والصيام وذي الفرائض في فروض العين ذي تيز الساس ولكن الشرع غادي قر ارنث فروض الكفايه خدمت كل شيء لاسترونومي لاجرونومي لاجيولوجي كذا تعرفي في اللعب خدمت كلش باش تبنوا الحضاره باش تسعم القيمه ذايا صافي معناتها انا عبد ربي يا نسع القيمه عند ربي وعند العباد ذايا كان عند ربي نسع القيمه وعند العباد خاطر العباد يا جماعه الخير الاقوياء لا يحترمون الضعفاء انا عميه قوي قوي وكذا قلت لك حكمنا كل الشركات العمال الكبرى العملاقه قال مونديالزاسيون خدمنا الراي نسندينا بترول نغا تشن ودخل من الفروض هاد فرض فلان شوف غان الا وان فرض فلان القوانين اشوف غان انا عمي ثورة كل الربا كان المي غير هنا يكون مسيط هو اليهود اللي يخدم كلش لك لا لا تنمية الا باقتصاد ولا اقتصاد الا ببنوك ولا بنوك الا بفوائد الا بربا روح كسيت ورز ما تخمض ديفلوبمون الى ليكونومي الاقتصاد الاقتصاد الى قاس لي بنك لي بنك شغل بقى ذاك شرايين هاو كي ساوني زمم الى قلي بنك تخمض الاقتصاد ليكونومي بلا لي بنك رنا الشرط وهذه قرن لي بنك الى قلي زانتيري الى قلي الى قتخمض الربا فرضناك في العالم قال خدمك الربا اي بورتون ربي ناد في سوره البقره واحل الله البيع رقم الايه 275
وأحل الله البيع وحرم الربا. أمشي أثنك سوى والكان ها الربا الحرام دايا أنا حفزنا شامي يقول خذما شو ذو خذما في كذل البدل إلي ولو وقتها كني بالك التفضيل الذي استحيم بادي يظهر وما كنت ورد الحمد لله ثورا قزر ما يثمت قد ونصر رازرا بثول الجزائر تخدم خطوة نوعية ما ينشتم ماضي ربات إلى أكثر إن شاء الله يعني يفتح المجال للبنوك أجيلا تورا البنوك باش تفتحنتم مقارن نوافذ ذكي يعني اسلاميه يعني تخدموا بطريقه شرعيه طريق نظام المرابحه عن طريق نظام المضاربه او القراض عن طريق المشاركه عن طريق الاجاره عن طريق الاجاره المنتهيه بالتمليك مقال ليزينغ الى اخره كذلك معاملات مشروعه الغشية النفس أي غردينا تاج الدين السبكي مسألة إن فرض الكفاية مهم بصح مهم أي غر لأنه يدخل في العبادات نهضرد في الجنازات كذا إلى رب السلام إلى آخره ويدخل في المعاملات في الحياة الاقتصادية في الحياة الاجتماعية للناس بل في بناء الحضارات وإذا فرطت الأمة في الواجبات الكفائية فهي آثمة في عمومها وإذا أدى بعض أفراد الأمة فروض الكفاية وأخرج الأمة من الحرج فسقط يسقط الإثم عن الجميع هذا النشوط أتعلق الشطحي ونوايون الوقت شفامت لا نواكيني كينا خويا ثمطوثيو نقول تما إلا قد ثذاوي ثمطوث ماشي ذا رقازة ثذاوين وبالك نتسا ما السنظ ما يجوز ثاقش يشتا صغر دين فاستيكين لا يجوز لأن ربي سفهمي دوا إني دكان مش ركفيتي دكان نغال الشيخ حلل وناقش ركفيت كان مي ديوظر غورس يبغى ذي ذوي ثمطوثي ساكيني لن وقذا سعنا سيني والي يا إما ثمطوث ما وليش ثمطوث قيم مث نورمال وذي روح سي طرف 100 كيلو 200 كيلو ما سين كان ثلا يوث ثمطوث تطفي بس تسان وسان ذا ذي بليدة أنا عندها ثلا أتساوي غير ذي وبمنا دي صحرون ديفو من مكان ثيوك ذا ينعاش ما سين باللي هل يجوز ثمطوثة صغر شامه حبيت صغر دي سداوي في الجامعة دير قزنة الصغران يكي هضور ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سوى سكوي الشريعة يكس المشكل لذلك فرض الكفاية ترفع الحرج عن الأمة أقلق في حرج ما لا أي خص دي خص أتحول ثورة ساقي الحرفة غاذنت كوشين غاويد كان عشرين لزافوكا أكد 35 طبة أو ينزيغ لي بلومبي أبلومبي يا ويد كان نعلا تجي البلومبي اللي دينا غاكي إيش بيا ربي فهميت نسعاك لا كريزي كي نعلا نسعاك لا كريزي أضطر قنوامن ديال الباتيمو سقي لك وامن نعلا سمحتي لي بلومبي إلا ندقي يعني والله ما قصد والو قال غدا ثمثلنا نهضر في الموضوع قلي فينا فرض الكفايه مهم إن هذا مهم اقرا مهم نساك الاهمي نساك الاغفلي نساك الاغفلي اشي اللي يصير كونتريسيتي راح فيثيت راح فيثيت الحرفات سوره تغافنت شوط شوط وغنت عزيزي لذلك كي مثلا بدي في كاس تقسيم مهم ذاكي ولا يولهن لورينتاسيون ولا يولهن إمذانا باش الحرفة ثقيل صغار ثارة يكل ملا نسعى المسؤولية ثم زورث يتواشلت كل يوم دينا يسعى المسؤولية يتواشلت باش نولا راونا مقال خل نواجب النار خاطر زمان راو فيك تسعى نرا ولا أسين ضرعت خل مضمي ستاجة دوغار ذا بلومبي أشي ساقيد في كنين كيني بلومبي الغاشي خدم سوستيلون كيني ذي فضي السن وكذا فضي مش نحقر الخدمة
يلا صافي ثواشوا الساعة المسؤولية والحكام الساعة المسؤولية أي غير ساعة المسؤولية سيني خطر إزمان استخدم الخيرة نتساوي لاث أمش أدوغان الحرفة ذاك سعون القيمة نغلا جماعة الخير أشياء فوربي عفو الحضرين تحفيز محفزات بارك الله ما تخدموا المحفزاتي النبي عليه الصلاة والسلام هذا ندوا إذا كلفتموهم فأعينوهم أرنوا اسم مين لي بري دف الله يبارك زدي تاكل حومة ثلاثي مذيني كوش زدي في كاس لابي كدينا الشيخ تلها أرنوا اسم لي مين لي بريم فرد الشتوى فالوض ما شام من فذون فورا يا عجبة هدي فمسكيني وصميضة يسرقيجي في كاس لابريم وصميضة في كاس لابريم كذا أدي في ماني ساكيني تحيا أدخذ مغ أدزيز ديار أدخذ ماضي لي بوبال أدخذ ماضي نورمال عادي سبو سا ولي الأمر يسعى المسؤولية ولي الأمر يسميس ولي الأمر يسعى القدرة مكري وجه يثشي وين في معمرين نغني في إذ كان شحال طلبة القبائلين سعيث معمرين صحيت والله مش إلى يوسف كذا عجبا مثل الدنيا لكن طلع ميدسين كيف كيف ألو وين يثدر في فن الجامع أصغلف شروط الإمام إلى قذيلي يحفظ القرآن إلى قذيلي ذا قذيلي وذيلي زوج من بعد خلال نحصل صافين كوني وشقارة ونا وذا غير مضبر درس على المسؤولية ثغل الخدمة يجي يحفظ القرآن وكذا شغل انت مع مرث الله يا ربي الله أما كنا مزحريش ذلك نشقار زوج مين باللغة النغة ذي مولانا مزحريش ذلك تخسر السيزيام أدف ذي ماني في معمر شو ذي العقوبة بعد كشم ذي المخ كيني الفني خدم لها فورماتيك لي زورديناتور كيني شقار أرث معمر الله يغلق المرسي ضرر ثقيك فرض الكيف إيزيك نسعى المشكلة سمي ثلاث شرعيات نتاع الصح يعني أقصد ماشي ولا شي تحاشا ولكن زيك سعى وكتي سمينا كين غلا فنان في معمر نسولا شو ساني كاميون وساني تركتور وساني لي مويا وساني فريد القدور وساني ولو يكسي معمرين عمرنت لكن انا ماشي ارنو ياسن حفظناك ولا ربي ارنو ياسن تخلصنا للشيخ تذرين ارنو ياسن كل يوم يخدم فرض كيفايس واحد ويفكد الزيت ويفكد النعمه ويفكد البطاطا ويفكد الفصل وين يروح نساسي في واحد ينجر اغانيم في دينجر ذي القلام أثفاثي وارث مع مرض وديفك ثاظوت وديفك كل شيء ديفك فرض الكفاية سو خدمت سلحو حز ثم مع مرض يتحوج ولا ذيون المجتمع يرفذيت قارن ساعة الشعار في قارن كنوي رفذت القرآن نكوني أنا رفذ وين رفذ القرآن المفهوم وين رفذ القرآن اسمي صحامي القرآن المجتمع أذي يرفذ وين يرفذنا ولا ربي السؤال في ذاك الله يبارك الخير ربح ونسعر الأزمة بفرق الله في أزمة حقيقية صافي شد انت كل أمور ولا حول قوة بالله نكمل مسألة فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله شرح أختي داش كيف إن إيش معنى فرض الكفاية ونسوالية لو يثي خدمان المهم يسوى خدم لا يا نغلا أقلا ذاك يكذ المجتمع ذي العبادات إموثيون ما شال ما نخنوان كتو يقزول الفلاس المهم زول الفلاس زول الفلاس سني فارك ربي زول الفلاس مكون يكون سعر دنوف إناد يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله بلا من ولا وثي خدم المهم يسوى خدم أما كدنا غزات الجنازة نغرد السلام وكون قيمة قيش مديون ذي هنا إن السلام عليكم أما شا سنرياك ما نرياسك وتو هذا الفوضى أنا غلا صحيح مديك شمي ودي السلام عليكم أسنرياك أقلق في حرج بعد والشريعة ترفع عن الحرج ربي ذو ما جعل عليكم في الدين من حرج علم الأصول إلى قاس نغر إلى قاس نغر خطر ذي الميزان ذا غربال سكانير هذي قرزة كل شوال نغن لدقي وليش نروح في فوضى أنا حسب في من أقلق جوست نكون أقلق قفري نكون فاوفري أنا قيم كذا كني أم ثقي ده ضرف الحرفة ثقي وكذا وكذا أتصن ده غفروح وثيك ولا غيسهل كم تهمو
أكا لا لا إلا قنص نحمدوك المسؤولين نفذوك المسؤولين لنت الواجبات على مستوى الأمة بارك الله فيك الشيخ وقاذ انتي خدمتني جزاء بس الخير مثلا أولى القبلتين القدس الشريف يعني إيه ذاك ما ديما لما ولا شيء ذاكي ذي الحرة عشنا ماشي ذاكي لا صافي ما كان خاطين لا لا يعني إيه ذاك لا قبلة المسلمين الأولى سنة هو مصر النبي صلى الله عليه وسلم هو منتهى رحلة الإسراء اللي هي رحلة الأرضية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أولى القبلتين وبعدين هو منطلق رحلة المعراج السماوية من المسجد الأقصى الجريح إلى سدرة المنتهى إلى رب العزة جل جلاله ذاك جماعة الخير وكنا ذاك كذينا الشيخ سندعو أحسن جزاء ربي صلى الخير مي أغسن لثماجين فرض الكفاية وبعدين لو أن فرض الكفاية قد تتعين سيأتي البيان بعد حين إن شاء الله لذلك موضوع الأمة أي غير الشرع النغ يهضر في كاس القيمة الجوار الحومة نكوني لقاق لا نصدر دي الحومة نكوني أكذا الحومة ثلاثة نغلا تنزيز دي نخدم النظام نخدم الحومة الأمة ماشي كان الحومة مين من الأمة هو ثلاثة الأمة كأمة ذي الاقتصاد ذي الإعلام والثقافة ذي كل شيء ذي الدعوة إلى الله إلى أي غدي نار بيد القرآن الكريم إن هذه غدي هضري كني أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ذاك ذاك فاعبدون عند دوس الآية سورة لا لا سورة الأنبياء إن مقتدي الآيات متشابهة سورة الأنبياء الآية 92 كاتربندوس ثلاث الآية يشوف الثاقي ربي ند وأن زيادة الواو ثم زورت السعر الواو ثقي الساعة ثم زورت إن في سنف أن وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ذيهن فاعبدون ذاكي فاتقون سورة الأنبياء الآية 92 فاعبدون سورة المؤمنون الآية 52 وأنا ربكم فاتقون كيف القرآن كل حاجة الدين 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 كل شيء كل حاجة بشيك نقرأ شمعان حسين كل شيء ثان دين وكي كان استقبالي الدين الدين كل شيء ثان دين فغادي نغب لي ميم الجذوذ نعرف لسني عفو ربي خذنا كشو من زمرن أم احتاج ديث أتقرض نرد الشرعيث وتيد جفذ نسير الشرعيث وتفض إزوران تجديث شد نرد الشرعيث ميساج روسي يفضي كونيد صافي الآية ثاكي وميسن شفاش فما سنبل ليه الله صافي الأمة كأمة ايه نعم بالشعور بالانتماء الى الامه ماشي الحومه خط الحومه تعيش كان دين إيه الامه اسمها يوشي خاطيني كي من بعد خاطيني لا ماشي خاطيني تعنايا فروض الكفايه التي خطبت بها الامه في عمومها كلنا مسؤول بينما اذا قام البعض بفرض من فروض الكفايه خلاص سقط الاثم عن الباقين وسقط الاثم عن الجميع ان وزعمه الأستاذ هذا قلت الأستاذ تجدين سبكية شو معنى وزعمه الأستاذ لقيه هضر شي قانون الأفضل اسكو فرض العين أو فرض الكفاية يخدمه عند الميزان أنا عميه خطر ضغف ولا في كل كنا تروحوا دقيقة تروحوا الميزان خطر الأصول علم الأصول من مقاصده ضبط الموازين العقلية أذي يغال ولا غادي يخدم نورمال ما إلا يدي رجلي أذي ولا يدي رجلي إلا أنت كنا أنت تبولوني مش منك سنت ثاقي أنوي ذا مزو أنوي ذا الأفضل فرض العين أو فرض الكفاية فورا شو دينا ننسى دجا مشي في ذاك كان وثام ضرك وشو يقصده إن كان هذا وزعمه الأستاذ أنوي ذا الأستاذ أبو إسحاق
الإصفرايني وكي فقيه أصولي مث سنة 418 للهجرة شافعي المذهب. إذا كان الأستاذة إذا كان الأستاذ ودينا نوا ملي موكلي ياكي سيدي موكلي وكذاكي وكذاكي لي موكلي إذا وزعمه الأستاذ وزعمه معناه هو يرى الأستاذ يقصد أبو إسحاق الإصفرايني وهو شافعي المذهب فقيه وأصولي توفي سنة 418 للهجرة وإمام الحرمين صافي واجي الأستاذ كي أكد إمام الحرمين أنو إمام الحرمين هو الجويني الذي أشرنا إليه اسمه أبو المعالي إمام الحرمين الجويني صاحب كتاب الورقات في علم الأصول صافي إنيك وجه أكد الأستاذ صافي ذيون الرأي يرند وأبوه أنا يقصد أبوه ذاس إمام الحرمين ذاس الجويني اللي هو أبو محمد الجويني خطوة فقيه يسعى كتاب مشهور اسمه الشامل في أصول الدين ها صافي إفذار ثلاثة زيد الند أفضل من العين ثلاثة يجي أشقران فروض الكفاية أم أفضل من فروض العين ضرائي السن استخدم الله السن بهم النتيجة يجي إشقرنا يغار بالنظر إلى المآلات ما يونو لي الزلالة أوريو زمارة إخين سعث سعث وكذا يكون سعث الكاليتي يكون سعث سعث يلا حين بعد حين كي خدموا في الله خدموا في فراوي وفي فين يلا لي وزدي خصيصي وزالي أكذ رمضان أكذ العشر أكذ الحج وانت لقي يبطل فرض العين يجا فرض العين مي العلماء قد نيخذوا راه قارنوا ولا مين يزول رانسن غور يزمارا يحاسب هو وريح حساب الحضاره الامه ولكن فرض الكفايه اذا تعطلت او الامه قاص روح كان مشاكل فهم شو قصدن بارك الله فيك ثلا فرض الكفايه تستجيب للمصلحه العامه خطر ما حبس انت كل حرفه ثقيه الحرفه حبس كل شيء يحبس مشكله غنفغوا راه يفنوا الجامع ولا شو يفنوا الجامع ولا شو مصوف ولا شو يخدم تريسيتي ولا شو يخدم نمر ولا كل شيء يحبس كل شيء بلوكي كل شيء يحبس وكذاكي ولن المآلات وموضوع المآلات يهضر في الشاطبي الشاطبي قدر يقول دام قران ابو اسحاق الشاطبي ذا فرارس قدران تمسني يسعى كتاب اسميس الموافقات في الصفحة 140 المسألة العاشرة لا باج 140 140 صفحة دروات يثلم مارس يخدم المسألة العاشرة إن دو النظر في مآلات أفعال إنه معتبر شرعا مع إن قد سولي مرزدات إن قد حزم استقبالي تحزم إيه صافي لو كان أنت حزيف ما إلى الحرفة ثقيك وحبس أنت ولا رذفير ضايرة قلق الأمة ولا رذفير في أمور كثيرة إذن قياس الأفضلية أنوي خير فرض الكفاية وفرض العين الأستاذ أبو إسحاق أكذ أبو المعالي الجويني إمام الحرمين صاحب الورقات أكذ بفاس أبو محمد الجويني ناند فرض الكفاية أفضل أي غير بالنظر إلى المصلحة العامة خطأ في قرم ليش المصلحة العامة تروح ولكن الجمهور لا جمهور الفقهاء أن فروض العين أفضل من فروض الكفاية في كذا أسباب منها السبب الأول فروض العين مفروض على العين ربنا يزال ظلف انتهى يكفى ووال الصلاة فرض عين لا يمكن أن تبرؤ ذمة الإنسان إلا إذا أداها ويرفع الإثم بالأداء نقطة على السطر فرض العين صالح جنظن يقارن من حرز فروض العين او تسيق هذا قارا غير سوى نخن فروض الكفاية ولكن ما خميث سوى سوى خطر بين أقيم الصلاة ودينا راه صلي صلي كان كيسمى خدم الحركات خطر ممكن تيخم شغل سبور
يخدمي ثنت اربع ركعات قارني نكمل مي ربي اقيم الصلاه اقيم وقي من القيام يا يعني. بعد تصليت تنهى على الفحشاء والمنكر ان مشد انت ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. العلماء نند من المنكر ترك فروض الكفايه. من جاك الحرفه ثقيل نخدم الباطل ولا ما يفان تقول الخدمة مين خدام خاطر خلا غنزال اسيدي الجامع رويضه اسيدي في الزولة ونفرط هذيك السد ولا رمضان ولا الحيج نخدم كلش. ولكن فرض الكفايه تعطلت نيك اذا اقمنا الدين ربي سبحانه ان اقيموا الدين امرنا باقامه الدين اقامه الدين لقيت سفت ذيث الى قال فد دار نسعى تسميم واش ولينا غتفرض بالك تاض ميكنا كذا الور العبادات كيف كاس تزال مي خام والو وردي قطو مثلا صرغا تريسيتين غي سميت لامبول والو 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 اقاح صفر في غاديني غثيكوال فقه الاولويات نرفقها الموازات. لذلك بدين النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خير يفقه في الدين. الفقه الى قال سعود فقه الاولويات الى قال سعود فقه المقاصد فقه الموازات فقه كذا اللي انت باش نحقق هذا الفقه. هذا حديث صحيح يعني معاذ بن سفيان رضي الله عنه تاخذ صوتا حديث في البخاري من يريد الله به خير يفقه في الدين. لذلك ند بلي الجمهور ند فروض العين هي اولى وفروض العين تؤدي الى صون فروض الكفايه. معنى اداؤنا لفروض العين يصون فروض الكفايه. ما نخدم فروض العين لكن يواثا تسيك هذا قال غير السوظا باش انحرزك الحرفه ثقي في نهضر فروض الكفايه ككل. ياتي شخص ويسلم مادام نصلي وكذا نعرفوا بلي رد السلام فرض لكن على الكفايه. إلق بعضنا يرد السلام وإذا أداه البعض سقط الإثم عن الباقين. وكذلك صلاة الجنازة ليست فرض عين. فصلي صلاة الفرض الظهر العصر هذيك عين ولكن الجنازة لا ماشي اوبليجي صافي قال يحبس كلش تسجلي وتستاكري كلش انا خاطي فرض كفاية اخويا. ذاك بعض المحاسبات تقع بين الناس لجهلهم بهذه الشيء سير تدخل خذ ما يكون تسمح حارة ياكلوا من كاين الى قد صب انسان جلس زايت الدرس احبس كلش كلش يحبس الى قد مثال كلش ياكل مفهوم تكون تسمح حاسب حسابه معليش تعرفي تقرز النظام وكذا مي اذا غادي شويه الميزان الشيخ ما تخدم الخدمه هي شويه زراك كيعين ربي ولا ماذا الخدمه خدمي الدرس اكيني ودا خدام خلصي مش تحضر دارا ماشي كي لقات تحضر فيك حضور عيني ماشي حضور عيني. ولذلك لذلك قال تاج الدين السبكي فرض الكفايه فروض الكفايه ان فرض الكفايه مهم. اخيرا ان هذه مساله مهمه ويتعين بالشروع على الاصح. شفام يونواس نهضر في النافله. النافله نافله صيام تطوع يلا مثلا يبدأ يوزم صيام التطوع الاثنين يوزم الميز الوحده يمقولي مثلا سيدي تفطر الساقي غوري بالسفله شحيك تراجو كذا 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 يسحانا كذا يروح يفطر التطوع يوسنا في قضون وفي الطيارة تطوع ذاك يختلف الفقهاء فرض ماشي اختلاف مشروع صيام النافله ولكن يحرجيك نغبرك في فونتام غران المناسبه انا وساميك الشاهد حضر ذي مسالت فرحنا وكاين قاتل الشماك وكذا كنت محرج في الشاهد. صيام التطوع اذا كان الانسان فطر ما يفطر هناك من العلماء وعلى راسهم المالكيه قالوا يتعين بالشروع تفضيض كم لاز وتتضارع مالغري النافله اما تشيض رفعا للحرج اتقضض خطر ربنا ذي القران لا تبطلوا اعمالكم ذي القران مع الملكي عندهم ادله من هذه الادله والوقت لا يسمح
الى تفضيل الخدمه تحبسها يير شغل يتقال له ديفافيس سي تادي تفضيل تفضيل كملاس ولكن تشير اتغرمض رغم انه نافله ولكن عند باقي الفقهاء كالشافعي مثل خاطئ تطوع يبقى دائما على اصله ثقيل مسفهم ما شم فرض امام رمضان رمضان فرض ذاك ويتعين بالشروع على الاصح ذاك غادي يهضر في عن فروض الكفايه لا يكلمون عن التطوع خطر الا تطوع الى فرض الكفايه فرض الكفايه انك ما تفضيت يتعين على الاصح وهو الذي رجحه تاج الدين السبكي ولكن الخلاصه الفقهيه الاصوليه في هذه المساله لها ثلاثه الاراء راي يقول يتعين بالشروع ياخذ حكم فرض العين لماذا لانك شرعت فيه وربنا قال لا تبطلوا اعمالكم وراي اخر يقول لا يبقى على الكفايه فرض كفايه ولو بالشروع ممكن توقف اسحب صد هذه قيمه جوه فرض كفايه راي فقهي اخر فرق بين امرين انقاذ الغارق يوني غرق ديال البحر كوماسي دي تسو هو دي قارو سكور يكون هو نسوالي اسكو ياكل المال الا كنهشم لا لا سبحان الله شوف الاصوليون ان ياه يتعين في حق المتقنين انا عميه ما الا كون ويدي خمسه سينما تعوم ديال البحر خنوي ضبر في قرين ون خنوي سيدي سلكن خاطر كل ما نكشم تصوم تصوم شغل وايض يعني ونكشم كان شيني او سكور ذي الفايده وين مو نكشم انا صح ذي الفايده وين مو نكشم انا ما نكشم هي تسوغي ولا ولا نسوغيك الوضع دقيقة جدا ذي الميزان يتعين في حق المتقنين سنض الشم ذي شي يلقى الشم ماشي كي حسب ربي ما يغرق وينا يوم القيامه كي حسب ربي باسكو الزمرض اسيد السلكه شو السلكه دارا وربي نات ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا زرم البخاري البخاري ذي صحيح في كتاب الديات في كتاب الديات شوف مليحة باب يخدم سوى من أحياها يجب ينسي الآية رقم الحديث رقم الحديث 6271 دي شوية لندين يبدو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس أبريس دعوة عقوق الوالدين إلى آخره وجي حديث البخاري رواية الإمام رواية النظام اجتنبوا السبع الموبقات يسد الإشراك بالله وبعدين لا وبعدين السحر من بعد قتل النفس ذي الرواية البخاري في كتاب الديات في باب ومن أحياها يسد المرتبة الثانية بعد الشرك إن الشرك ظلم العظيم أي غير شو داوك يرث مسالكي باش يكون ديني قبلي أو بلاد مني ما إلا الشمض ذي البحر أفيد السلكاو أما السعدي أما كن سوفيغا كليمانيتي ضرب ديننا كان يد من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا لذلك صدق الإمام البخاري مخدم العنوان قيل الباب اسميس ومن أحياها سبحان الله لذلك هكذا قال ذي الاقتصاد سيدنا يوسف تزكية لا تجوز ولكن كيني ذي الشكريمانيس خاطي ملي انت اندي لا قد شكر ديماني السعودي نهار طوموبيل اي فور اذفل كريس ريفيراج وي سينا كثر مورث النغاب كساس الفوان اسن كاين نهار اندي شتي كسنا خيري وين وي سينا كثر مورث النغاب لا
وسقروا الغار ديال السطحي غنمشى سينيغ وزكي نفسي. لا تزكوا انفسكم، زكي نفسك، سلك راسك، تسلك اتجدا تخسر ما تسجل بعيد الشرق ضرون. لذلك سيدنا يوسف علمنا هذا كما في القران، اشو سنين هذه الازمه الاقتصاديه تم قرات كريز تم قرات، ان اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فهذا سيدي وسوس في القران هذا الحكي، معناتها انقاذ للامه. نعود مره اخرى الى فرض الكفايه، مازال شويه طبوا الذي كمل فين يعني فرض الكفايه الدرس ديس الدون ما يرضى ربي جاون ثلويث ارثيميليس. السلام عليكم.